في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعجب يحبها في مدى بني الحمى. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، جملة شهيرة قالها الزعيم مصطفى كامل. صباح الخير أعزائي المشاهدين، من مدام مصطفى كامل الشهير بقلب القاهرة، من وسط القاهرة، قاهرة المعز. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتجول في القاهرة ونشوف أهم معالمها الشهيرة، ونشوف مبانيها الأثرية الجميلة على الطراز الأوروبي، هنشوف النيل، هنشوف كل حاجة جميلة في القاهرة الجميلة. بالنسبة لكل مشاهدينا في الوطن العربي وفي العالم ييجوا ويلفوا معانا، هنستمتع بكل ما في القاهرة من جمال. والقاهرة الكبرى هتشوفوا وتتفرجوا وتلفوا وتشوفوا كل شيء جميل في القاهرة الجميلة اللي كل الناس بتيجي من أنحاء العالم عشان يشوفوا إيه هي هذه العاصمة التاريخية القديمة العظيمة في تاريخها، اللي كانت مهد لكل حضارات العالم ولكل أنواع السياحة اللي موجودة في العالم، بيجوا بيتفرجوا بيستمتعوا. من أول السياحة الرخيصة أو البسيطة إلى السياحة الخمس نجوم، هنلف ونتجول ونشوف القاهرة فيها إيه. يلا معايا. أعزائي المشاهدين، وأنا بكلمكم دلوقتي من وسط القاهرة، من قلب مصر والقاهرة النابض، من ميدان طلعت حرب. ميدان طلعت حرب الشهير، وهو من أشهر ميادين القاهرة. طبعا محلات، مطاعم، فنادق، مكتبات، كل أنواع الحاجات أو المناطق أو المحلات السياحية موجودة في هذا المكان. ميدان طلعت حرب ميدان قديم وعريق، اللي بناه وفكر في بنائه الخديوي إسماعيل، جاب مهندسين من إيطاليا ومن فرنسا وفنانين عشان يصمموا وسط البلد أو هذا الميدان على الطراز الأوروبي الفرنسي والإيطالي والطراز الأوروبي، زي ما احنا شايفين الميدان واخد الطابع الأوروبي. وبعد كده سموه على سليمان، ميدان سليمان باشا، اللي هو كان أسس الجيش المصري أيام عهد محمد علي. بعد كده طبعا اتسمى بعد الثورة، اتسمى باسم ميدان طلعت حرب، نسبة إلى الاقتصادي الشهير المصري طلعت حرب، اللي هو تمثاله ورايا، اللي هو أسس بنك مصر، مصر للسياحة، شركات كتير، مصر الطيران، رجل اقتصادي عظيم كلنا نفتخر به. هنلف في وسط البلد ونشوف وسط البلد الجميل في قلب القاهرة فيها إيه. We'll be right back.
المشاهدين، وأنا بكلمكم من وسط البلد، وسط القاهرة الجميل، النابض بالحياة، النابض بكل شيء جميل. المنطقة ديت منطقة ممشى أو مشاة لكل الناس اللي بتحب تتمشى وتتفرج وتروح البورصة. مبنى البورصة اللي في خلفي ده البورصة المصرية، المبنى اللي جنبه مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم الذي يعمل وبرضه بيساعد لمبنى التلفزيون العادي. المنطقة جميلة بتعج بالحياة والطبيعة والتجارة وكل شيء جميل. المنطقة الممشى دي يا جماعة منطقة مفيش فيها عربات بتمشي، زي ما بطالب في كل محافظة وكل مكان في مناطق مصر أو جمهورية مصر الحبيبة إن يكون في منطقة وسط البلد مفيش فيها، نحاول إن احنا المنطقة التجارية لما بيبقى فيها العربيات بتقف وبيبقى فيها ممشى الناس بتتمشى براحتها، بتقف بتشتري، بتحرك السوق، معاهم أطفال معاهم أولاد بيتحركوا بيشتروا بيستمتعوا بالوقت الجميل. منطقة الممشى ديت بتمنى إن وسط البلد كله أو المربع بتاع وسط البلد بتاعنا ده كله يتمنع منه العربيات ويتعمل جراشات خارج المربع دوت، تركن بره العربيات، الناس تتمتع تمشي في الشوارع بأمان وتشتري وأولادها، ويبقى مطاعم ومحلات ونزود ونمتد في جمال المنطقة الجميلة عشان يستمتعوا بالمباني الأثرية الجميلة اللي احنا بنحافظ عليها لتكون شاهدة على التاريخ. يلا نكمل جولتنا في وسط البلد. أعزائي المشاهدين، وأنا دلوقتي بكلمكم من مكان شهير ومحل شهير للفول الجميل، الفول المصري والفطار المصري اللي كل المصريين بيحبوه. بكلمكم برضو وما زلت في وسط البلد، وهتكلم مع واحد من أشهر الناس الطيبين المصريين اللي مشهورين بالفول الجميل. بالنسبة للفول دوت، شهرتك جت منين؟ من الوالد ووراثة وأبا عن جد، ولا أنت تعلمتها؟ لا أنا تعلمتها من وراثة. تعلمتها وراثة. يعني الوالد كان شغال في نفس المهنة؟ عمي وخالي وكده العيلة يعني. والدي ما كانش شغال في. طيب أنت بتحب المهنة ديت؟ طبعا بحبها. والناس الطيبين المصريين بيحبوا الوجبه دي، الوجبه الرئيسيه بتاعتنا، صح؟ طبعا اساسي. طب انا معايا ضيوف وعايز ان انا تعزمنا على وجبه فطار جميله وفول جميله، نقدر تسمح لنا؟ طبعا ان شاء الله. باذن الله. باذن الله ان شاء الله. بتقول حاجه للمشاهدين في كل الوطن العربي وفي مصر؟ كل واحد يتقي الله في عمله وفي نفسه في اولاده وفي بيته كل حاجه، ونحب بعض ونخاف على بعض ونضحك في وش بعض. الحاجة السمة المصرية الجميلة اللي كانت فينا ان المصريين كلهم بيخافوا على بعض وبيحبوا بعض. ما ده كان زمان، تعالى النهاردة بقى كله من قلب. ودلوقتي برضو يا راجل يا طيب، يعني لسه شوية بقى، ما عايزين نرجع بقى زي زمان. يعني الاحياء الشعبية، الاحياء الشعبية ما زال اعتقد ان المسكين ونحب بعض ونعين بعض ونزور بعض ونخاف على بعض. ان شاء الله في النهايه انا كله بالتقوى. نكمل تكمل شغلك، واحنا نفطر في المكان الجميل الشعبي في وسط مصر ووسط المصريين الطيبين. أعزائي المشاهدين، وأنا دلوقتي بكلمكم ورايا كوبري قصر النيل الشهير. الكوبري ده اللي بناه وأمر ببنائه الخديوي إسماعيل،